في يوم من الأيام في بلد من البلاد العربية أحاطت الآلاف المؤلفة بالحكومة، يعني ثائرين ضد الحكومة بدون أحدد البلد، ثائرين ضد الحكومة ويعني أوشكت الجماهير تدخل على الحكومة يعني ويصير مصيبة. طلع شخص قال للناس بما معناه، يعني مش كلامه بالضبط، الله يعطيكم العافية تفضلوا روحوا، وإذا بالآلاف المؤلفة تنفض من الساحات. سؤال، هذا بيحلوا بربط؟ كل الحكومة ما قدرتش تروح الناس، الآلاف المؤلفة، طلع هالشخص على الشرفة قال لهم يعطيكم العافية كلهم روحوا. طب هذا بيحلوا بربط ولا بيحلش بربط؟ طب زمان كان أهل الحل والعقد يفرزوا طبيعي في المجتمع، طبيعي وفعلا يحلوا يربطوا، والناس ما تصدقش إلا هم، ما بتستجبش إلا لهم. لكن اليوم اختلفت الناس، اليوم اختلفت الناس. انت انظروا لقبل 50-60 سنة، قبل 50-60 سنة كنتوا تجدوا بعض الاختيارية في القرى أو في القبائل أو 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 بمونوا على كل الناس، وهم اللي بيحلوا بربطوا، تمام؟ هم اللي بيحلوا بربطوا. اليوم اختلفت الأمور كثير.